كيف يتواصل السيد الصدر مع المتظاهرين الآن؟ هل من المعقول أن يتخلى سيد الصدر عن تواصله مع المتظاهرين بهذه السهولة؟ اليوم تسأليني وكأني صدري، لأن أنا متابعة جيدة لحضرتك. أشكرك. كلنا احنا نبحث عن تغيير، كلنا احنا ندعم أي ثورة إيجابية قوية جدا من أجل أن نرى عراق مستقر. أعتقد التيار الصدري هو الأكثر تنظيما، لذلك في الانتخابات هو حصد أكثر أصوات ومقاعد، 73 إلى 74، معناها عند تواصل مع كل الطبقات اللي موجودة في المجتمع، وجمهور التيار الصدري يعرفه جيدا. إذن هسه الموجودين اللي دا يحركون الشارع، هذه مو فوضى، لا بالعكس، هذه منظمة ومدروسة ومتفق عليها. الآن باتصال بشخص واحد ذات مركزية عنده شبكة عنكبوتية تعمل مع كل القيادات اللي موجودين بالخضراء وخارج الخضراء وحتى في المحافظات والأقضية والنواحي وكل القرى الصغيرة، واصلين لها هم. إذا منظمين يقدرون يسحبون جمهورهم في نصف ساعة، ويقدرون أيضا يخرجون الجمهور هذا في نصف ساعة. إذا هذا انتظام وانضباط وتلبية عقائدية، شو تسميها المهم. طيب. هناك جمهور منضبط، هذا شيء جميل فيه.